محفوظ تهريس وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة على مستوى المقاطعة الجماعية سباتة ووصيف اللائحة البرلمانية على مستوى دائرة الترابية بالمسيك. اليوم كنتوجه بواحد النداء ساكنة سباتة بصفة خاصة وساكنة بالمسيك بصفة عامة للتصويت على البرنامج الذي تقدمنا للساكنة خلال حملاتنا الانتخابية على مستوى المقاطعتين. لذلك نحن اليوم نحاول أن نبين لساكنة سباتة ولساكنة بمسيك على أننا نريد منتخبون متواجدون داخل هذه المقاطعات، متواجدون مع مشاكل الناس، متواجدون دائما في السراء والضراء بجانب ساكنة سباتة. لذلك كنطلب من الساكنة تمشي تصوت، تخرج تصوت على اللي يصلح لهذه المنطقة هذه، على أساس لانتقاء واحد النخبة اللي غتسير هذه الجماعات، اللي غتسير هذا البرلمان، تكون في المستوى، تعطي واحد البرامج فعالة، وتحاول تخرج الحيز الوجود بدون رياء وبدون مبالغة وبدون كذب ونفاق. اليوم احنا كناخذوا غمار انتخابات على أساس إقناع الناس بأشخاص متواجدون داخل هذه المقاطعة، بأشخاص احنا ما كنحاسبوا حتى شي واحد، كنحاسبوا حتى شي واحد، ولكن كنحاسبوا أن الناخب يجب أن يقتنع بالشخص المصوت عليه بطريقة انتقائية، يكون أنه كيعرف ميز بين الأشخاص. أشخاص شنو هو التمييز اللي خص يكون عند الأشخاص؟ أن الشخص المتواجد، الشخص اللي دائما حاضر مع الساكنة في المشاكل ديالها، في جميع المشاكل بصفة عامة المتعلقة بالساكنة فيما يتعلق لا على مستوى المصالح الخارجية، لا على مستوى المرافق الخارجية، لا على مستوى الجماعات، لا على مستوى. احنا اليوم من هذا المنبر هذا كنطلبوا الساكنة تخرج تصوت على رمز الجرار على مستوى المقاطعة ديال سباتة وعلى مستوى الدائرة البرلمانية، لأننا اليوم جايين بواحد المشروع، واحد البرنامج انتخابي يتعلق بالشباب، يتعلق بالصحة والتعليم، أي بما فيها الشغل كذلك، باش نخرجوا الساكنة هذه من واحد النفق مسدود. أننا نحاول أننا نوجدوا حي صناعي داخل العمل ديالنا وندافعوا عليه بواحد الشكل جدي، لأنه غيتحسب لنا في التاريخ ديالنا داخل هذه العمالة. من هنا كنقول مازال كنأكد لأن الساكنة يجب أن تصوت بتمعن. علاش؟ لأن هناك بعد السماسرة ديال الانتخابات تروج داخل هذه المقاطعة وتشوش على المنتخبين الصالحين، المنتخبين المتواجدين داخل المقاطعة، كيحاربوهم بواحد الشكل اللي ما خصوش يدار، لأنهم كيهمهم الهم الوحيد هو الركود وراء الربح في هذه المسألة هذه. لأن المسألة الحمد لله كنحاربوها بواحد الشكل، أننا كنقدموا خدمات للمواطن طيلة المدة الانتدابية ديالنا، لأنني كنت عضو سابق بالمقاطعة، نتمنى أنني ندوز المدينة باش ندافع على مصالح أخرى لهذه المنطقة هذه ونجيبها عن جدارة واستحقاق. كنقولوا بأننا اليوم أمام واحد الرهان ديال أننا نتحداو الإشاعات ونتحداو مجموعة من الأكاذيب اللي كدار على مجموعة من المرشحين. هاد الحوايج ما خصهاش دار. حنا نقول لكم سامحكم الله، لأن باش تبغيو توصلوا للمناصب عن طريق الكذب وعن طريق التغليط وعن طريق المناورات، شي ما بقاش كيدار. أننا حنا ما عرفناش شحال في عمرنا، واش غنعيشوا غدا ولا غنبقاو غنموتوا غدا، نعرفوا بيننا وبين الله بالدرجة الأولى. وشكرا. اختيار حزب الأصالة والمعاصرة نظرا للأطر اللي كيتوفر عليها بواحد الشكل كبير، نتمناه يكون حزب اللي باقي جديد، باقي ما تقلص زمام الامور، نتمنى هو يكون من 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 الاوائل اللي غيحصلوا على المراتب الاولى باش نلتزموا مع الساكنه في ذاك البرنامج اللي دار، ونكونوا في التحالف الحكومي، ولما لا نكونوا في الحكومه، احنا محتلين الصفوف الاولى. واختيار ديالي للاصاله والمعاصره رمز الجرار تراكتور يعني اننا اليوم بغينا التجديد، بغينا نزيدوا لقدام على اساس تحقيق مجموعه من متطلبات الساكنه
بصفة عامة. الحمد لله النزول ديالي للشارع في حملات انتخابيه جميع المناطق غطيتها، انني درت برجلي، انني لقيت واحد التجاوب ديال الساكن، هذا الشيء اللي زاد فرحني انني غنواصل مع الناس. وانا تليفوني راه يبدا خدام من 9 9 انا كنبدا مديماري، ما عنديش انا كشخص وكمنتخب حطيت راسي فداء لهذا الوطن، فداء للمواطن سباته، فداء لساكنه سباته اللي كنطلبهم من هذا المنبر، على اساس انهم يتوجهوا لصناديق الاقتراح والتصويت على رمز الجرار تراكتور على مستوى الانتخابات البرلمانيه وعلى مستوى الانتخابات الجماعيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.